المجتمع بحاجة إلى العدالة والرحمة رأسا وقلبا إذا كان له أن يكون حضاريا. جوليان بيكيني. يمكن أن يعني الرأس الفهم والمهارة والعدالة على سبيل المثال لا الحصر، والقلب يوحي بالقبول واللطف والرحمة. عادة نفضل اتخاذ القرار إما باستخدام الرأس أو القلب، وهذا النهج يوفر الوقت والطاقة ولكنه يعكس التفكير الأبيض والأسود. من الناحية المثالية يجب أن نتعلم كيف نوازن بين رؤوسنا وقلوبنا. مع التوازن يمكننا استكشاف المناطق الرمادية في الحياة. كلمة طيبة تعكس التعاطف المدروس.